بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. اسمك يا ملك الملوك في القلوب محفوظ من يوم ميلادك يا سيدنا النبي، الأرض والسماء بتشع نور، ومهما أمدح فيك يا سيدنا النبي وأقول ابن الأصول من أمتك دايما في وش الأبوال، والتاجر الصادق الأمين بفضل الصلاة على النبي بيعيش طول العمر مسطور. ازيك يا عم أحمد، عامل إيه؟ هتقدم إيه بالصلاة على النبي كده للمشاهدين بالصلاة على النبي كده؟ والله بعناها ب 38، الجاموسة دي بعتها ب 38 ألف بالصلاة على النبي. إيطالي إيطالي بالصلاة على النبي. والده يا حاج أحمد كده بالصلاة على النبي. والده إيه؟ والده ذكر بالصلاة على النبي. من أربع أيام. علم ب 38 ألف بتاع محمد جمال. بس بقى. قلت بكام يا عم أحمد؟ بكام؟ بما يرضي الله. 38 والله. ب 38 بالصلاة على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. أنا ولدي لا يا عم أحمد دي. دي الرابع له بالصلاة على النبي. والدة بلد دي. والدة بلد 10 أيام. والدة بقالها 10 أيام بالصلاة على النبي. بتحلب قد إيه يا عم أحمد؟ معانا واحدة ثانية مليحة حلوة. ماشي. بتحلب 6 الصبح و6 آخر النهار بالصلاة على النبي. بما يرضي الله كده عاوزين أسعار بما يرضي الله. مش متحضرة للسوق. اللهم صل على النبي. أربع حلبات اللهم صل على النبي. وأدي الحلبان الثاني هم برضه واحد صغير والثاني برضه زي ما حضرتك شايفينها. كل حاجة على الطبيعة. لا معلش امبارح كان عندي الصلاة على النبي. معاك البقرة دي ولا معاك؟ شوف دي معانا، دي معانا الطيبة. الصلاة على النبي. أنا عايزك تشوف ده النظام بقى اللي محدش رابطه. الصلاة على النبي. ده النظام اللي خلقه ربنا أهو. اللهم صل على حماد. اللهم صل عليك يا نبي. أقف يا عم حماد أقف كده بالصلاة على النبي. أربع حلبات اللهم صل على محمد. ثمانيات. تحلب كام يا معلم؟ ثمانية. أنا ولدي لدي ده النظام. أنا ولدي ليه دي السادس. دي السادس ليه؟ عاملة كم بأمانة الله؟ شوف دي كمان. مش كم محمد خناش باب. عاملة كم بأمانة الله؟ راح فين؟ ايه هاتها حمادة كده هات. عاملة كده انا بقول لك الله ما اعرف والله ما على الله بس يعني انت اسمك ب 500 بكام؟ هي دلوقتي في معانا 38. معاك 38 بس يا حماده مش مرضي خالص. الله وكيل 8 و9. يعني انت ما وصلت معاك ب 38000 و 39000 ومش راضي. مش راضي؟ اه. ليه يا عم؟ 42000 ان شاء الله. هو في بعد كده انت ده البسي فيها بجاموس. البسي فيها بجاموس يا حماد. يا عزابه دي جاموستنا احنا. فين ولده؟ دي جاموس. فين ولده؟ الصلاة على النبي. نتا ولا ذكر بيك؟ انت ولا ذكر؟ ورا انت بالصلاة على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. انت ثلاث ايام دي اللي بيحلف في كرادل. صل على النبي. اسحب يا احمد الجاموسه دي. اللهم صل عليك يا نبي. دم اللي بيحلف في كرادل اسحب الجاموسه دي. دي برضه تبعك برضه دي؟ اه معايا. اللهم صل على النبي. ودي معايا. دي عامله كام بقى بنت الله؟ دي حلوه دي. اسحب يا احمد. دي عامله كام؟ اسحب يا احمد. عامله كام؟ دي بمرضي الله. دي فيها تمام حمد. مش هتشتري ب 41. تشتري ب 41؟ نعم. أنا ولدي لا دي. دي الرابعة. الرابعة؟ اه. بس بقى النظام هنا. كم بقى بالصلاة على النبي؟ بس بقى النظام. اللهم صل على النبي محضرة ورايقة. أربع حلبات على الفرزة. اللهم صل على النبي يعني. بتحلف كم يا عم أحمد؟ يا زياد. بتحلب كم بقى؟ فيها 45. بتقل؟ وعامله 41. بتحلب كام؟ بتحلب كام؟ بتحلب 8 كم؟ فيها لبن والله. يعني 7 كيلو. 7 كيلو لبن الصبح والنهار يعني ولا ايه؟ فيها لبن اه. الصلاة على النبي. فيها لبن والله. اللهم صل عليك يا نبي عم أحمد. ربنا يبارك لك يا رب. رقم تليفونك كم يا عم أحمد؟ 010 32 70 18 بس طلع لنا شبتين بقره النهارده دهب والله. دهب شبتين بقره دهب ب 65000. بكام؟ 65000. بعتهم ب 65000 بس طلع لنا كده مع اخويا. فين دي؟ اهي جاي لك الشمس مع اخوك. الصلاة على النبي. خش كده يا عسل خش. خش علي يا عسل خش. اللهم صل عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل عليك. اللهم
دي عامله كام يا عم احمد؟ الشباب الطيبه الشباب الحين بامانه الله الشباب الحين مع الحق الناصر نوصل على اربع حلبات برضه اللهم صل عامله كام؟ مع الحق الناصر دي مش بتاعتي والله مع الحق الناصر والله عاوز ادعيلك مش انت بقى اخوك ب 33 انا ولدي لا دعم الثالث الثالث برضه والدي والدي ذكر اللهم صل على النبي ماركو ابو جو الصلاه على النبي اللهم صل عليك يا نبي مال طيب تحب تقول للمشاهدين يا عم احمد انت عايز يعني المشاهدين من باب مرضي الله بنبيع بمرضي الله بنبيع بمرضي الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.